السلام عليكم. والفيديو ديال اليوم فهو موجه للكلام ديال بروميير اني باك. وصلنا لابارتي 4 من الدرس الاول. غادي نشوفوا في هاد لابارتي 4 لا ديناميك دي زاجون دو ترونسبور دي سيديمون، بمعنى ديناميه عوامل نقل الرواسب. فاش كنقول انا الرواسب او لي سيديمون، اشنو هما لي سيديمون؟ كيف كنقول لكم دائما اون فوا تسمعوا لي سيديمون بمعنى هما لي غافيي، لي غالي، صابل، ارجيل، اي لو ليمون. كيف ما كنت قلت لكم في الفيديو الاول بان هاد لي سيديمون فهما كيختلفوا على بعضياتهم من حيث لا طاي ديالهم. الا خدينا على سبيل المثال الغالي الغرافي سو سون دي بارتيكول دو غران طاي، لوغ كو لارجيل اي لو ليمون سو سون دي بارتيكول دو بيتي طاي. مزيان، ما علينا. دابا في هاد الفقره هادي غادي نشوفوا هاد لي سيديمون بمعنى هاد الغرافي، هاد الغالي، هاد لارجيل وهاد لو ليمون، كيفاش كيتم لو ترونسبور ديالهم، كيفاش كيتم النقل ديالهم من مكان الى اخر. بيان سور غادي تعرضوا للنقل، كيفاش كيتم هاد العمل ديال النقل ديالهم. وغادي ناخذوا كمثال غنشوفوا لي مود دو ترونسبور دون ان كورون دو. غادي نشوفوا مثال فواحد المجرى مائي كيف يتم نقل هاد الرواسب. يعني غادي نشوفوا فواحد المجرى مائي كيف ما عندي هنا في الصوره هاد الرواسب هادو، هاد لي سيديمون هادو كيفاش كيتم النقل ديالهم، كيفاش كيتم لو ترونسبور ديالهم. وكنلاحظوا هنايا بان على خدينا على سبيل المثال النقل ديال لي بارتيكول دو غران طاي، النقل ديال الرواسب اللي الحجم ديالهم كبير. الوغ شوفوا معايا هنايا كينتقلوا ليا سوا بار غولمون، يا اما عن طريق الدحرجه، سوا بار غولمون سوا بار غليسمون، يعني عن طريق الانزلاق. وهاد العمليه ديال لو ترونسبور ديال هاد لي بارتيكول دو غران طاي فهو دائما كيكون ان ترونسبور سور لو فون، ستادير كيكون ان ترونسبور اون بروفوندور، يعني كيكون في العمق ديال المياه دائما. فالنقل ديالهم كيتم في العمق ديال المياه عن طريق سوا الغولمون سوا بار لو غليسمون. غادي نمشيو دابا ونشوفو لي بارتيكول دو موين طاي. ولا خدينا هنايا لو صابل، عندي لو صابل، لو صابل فكيتعتبر ليا اولا فهو ان بارتيكول لي لا طاي ديالهم موين بالمقارنه بيان سور لي غرافيي اي لارجيل اي لو ليمون. فهنايا غادي نشوفو هاد لو صابل فهو دا حتى هو كيتم النقل ديالو في اعماق المياه، يعني اون بروفوندور وبيان سور لو فون. ما سيت فوا سي هاد لو صابل ما كيتمش النقل ديالو عن طريق الغولمون ولا الغليسمون، ولا فكيتم النقل ديالهم اون سالتاسيون، كيبدا كينقص. داكوغ، دونك جو ريبيت، لو صابل كيتم النقل ديالو حتى هو سور لو فون، يعني اون بروفوندور في الاعماق ديال المياه، ولكن هاد لو صابل كيتم النقل ديالهم عن طريق لا سالتاسيون، اون سالتاسيون. دابا غادي نشوفو لي بارتيكول دو بيتي طاي، يعني لي بارتيكول اولا لي سيديمون لي لا طاي ديالهم صغيره، كيفاش كيتم النقل ديالهم. وغادي نشوفو هنايا غادي ناخدو لارجيل اي لو سيل اولا لو ليمون. فهاد لارجيل اي لو سيل تو بيان لو ليمون فكيتم النقل ديالهم اون سيسبونسيون. كيفاش اون سيسبونسيون؟ يعني كيتم النقل ديالهم عالقه في المياه. داكوغ، كيف ما كتشوفو هما هادو فهي كيتم النقل ديالهم عن طريق المواد العالقه. دونك كيتم النقل ديالهم عالقه في المياه. وهذا النوع من النقل فكيكون في حاله ما كيكون المياه عاكر او في حاله ما كيكونوا التيارات عاكره، بمعنى ان المجرى المائي اللي غادي هنايا كيف ما كتشوفوا فهو كيكون غادي باتجاهات عشوائيه، فكيكون غادي باتجاهات عشوائيه اولا كيكون غادي في جميع الاتجاهات. وهذا المجرى المائي ما كيكونش هادئ، فكنلقاو هاد الاتجاهات ديال المجرى المائي بطبيعه الحال كتكون بواحد الشكل اللي هو عشوائي كيف ما كيبينوا ليا هنايا هاد الاسهم هادو. دونك السهم ما كيكونش غادي نيشان، بمعنى ان المجرى المائي فما غاديش مباشره، وانما هنايا في هاد الحاله كيكون الاتجاه ديال المجرى المائي كيكون اتجاهات عشوائيه او اللي كيكون في بزاف ديال الاتجاهات، كيمشي هكا وعاوتاني كيرجع هكا وعاد باش كيمشي عاوتاني هكا اكسترا. دونك في هذه الحاله كيكون طبيعه الحال المياه عاكر. خلاصه، دونك خلاصه قلنا اون ديستينكت 3 مود دو ترونسبور دي سيديمون، يعني عندي ثلاثه ديال الانواع ديال النقل بالنسبه لهاد الرواسب. سوا كيتنقلوا ليا دون فوا بار غولمون، عندي هنايا موفمون اولا ترونسبور بار غولمون، يا اما كيتنقلوا ليا عن طريق الدحرجه اولا لو غليسمون اولا عن طريق الانزلاق. وقتاش كيتم عندي هاد جوج ديال الانواع ديال النقل؟ ملي كتكون لا طاي، كون لا طاي دي بارتيكول اي امبورطون، ستادير ملي كتكون لا طاي دي بارتيكول كبيره بحالاش بحال غرافيي اي اوسي لي غالي.
عندي النوع الثاني ديال لو ترونسبور، سي ان ترونسبور بار سالتاسيون، ترونسبور بار سالتاسيون اللي كيبقاو ينقزوا ليا لي بارتيكول. اي دائما هاد لو موفمون بار سالتاسيون كتكون دون لو فون، يعني كتكون في العمق ديال المياه، بحالها بحال بيان سور لي يعني لي بارتيكول دو غران تاي، فالنقل ديالهم كيكون دون لو فون حتى هو. وقتاش كتكون عندي هنايا لو موفمون بار سالتاسيون؟ كون لا تاي دي سيديمون اي مويان، يعني ملي كتكون لا تاي دي سيديمون هنايا يعني لا تاي ديالها او القد ديالها متوسط. Et enfin, on dit la charge ou bien le transport en suspension. Donc, en suspension, les particules de petite taille, les particules qui sont très fines, les particules qui sont rares, bizarre, on dit là, bien sûr, l'argile et le limon ou bien le silt. Alors, le mode de transport, et bien sûr, on dit la sourate hadi. فكتبين لي بان يعني لو ترونسبور دي سيديمون فكيتحكم فيهم دو فاكتور، يعني لو ترونسبور دي سيديمون ايتي كونترولي بار دو فاكتور. اشنو هما؟ يعني لا فيتيس دو كوروندو، لا فيتيس ديال او سرعه التيار المائي، وكذلك لا تاي دي بارتيكول، القد ديال هاد الجزيئات هادو او القد ديال لي سيديمون. عندي هنايا هاد لو دياغرام هذا اللي غادي يبين ليا بان لو ترونسبور كيتحكم فيه لو ترونسبور دي سيديمون، كيتحكم فيه يعني جوج ديال لي فاكتور او جوج ديال العوامل. اشنو هما؟ لو ديامتر دي بارتيكول اي لا فيتيس دو كورون. هاد لو دياغرام سميتو لو دياغرام دو جوستروم. هاد لو دياغرام دو جوستروم عندي هنايا illustre, c'est-à-dire il représente, il obéit, je veux dire, il y a le comportement des particules, le comportement des particules. Je vois le comportement des particules. Mais il me fait juste le mot. Maintenant qu'il goûte le marin, il y a le comportement ديال هاد لي بارتيكول. فاش كيقول لك تخرج لي لو كومبورتمون ديال هاد لي بارتيكول، بمعنى غادي تقول لي هادوك لي بارتيكول واش تعرضوا لي ليغوزيون، اولا تعرضوا ليا الان ترونسبور، اولا تعرضوا ليا لي سيديمونطاسيون. الوغ عندي هنايا هاد لو دياغرام هذا كيس كي ريبريزونت، يل ريبريزونت لي 3 كومبورتمون دي بارتيكول اللي هما ليروجيون لو ترونسبور اي لا سيديمونطاسيون. اي بيان سور هاد لي كومبورتمون سون اون فونكسيون دو لور تاي، اون فونكسيون de leur taille, c'est-à-dire la taille des particules ou bien le diamètre des particules, et aussi et la vitesse du courant et la vitesse du courant. Donc avec le diagramme de Justron qui il y a les trois comportements des sédiments bien des particules en fonction de deux facteurs le diamètre des particules et aussi la vitesse du courant. Hadi le diagramme de Justron, on va vous donner un exercice pour que vous voyez comment vous les exercices sur le diagramme. Alors qui j'ai l'exercice qui attaque le diagramme bien sûr va vous donner ou bien les questions qui vous dit par exemple analyser le diagramme de Justron. Analyser, je quand vous analyser, c'est-à-dire vous dites ce que vous voyez. Analyser d'aimer la question analyser, bien maintenant vous dites qu'est-ce qui va aller هنايا فهاد لو دياغرام شنو كتشوف؟ داكشي اللي كتشوف غادي تكتبو. اي ديتيرميني لي فاكتور انفلونس لو كومبورتمون دو بارتيكول سيديمونتير دون ان ميليو، غادي تحدد ليا شنو هما العوامل اللي كياثروا ليا على هاد لي 3 كومبورتمون، على لي روجيون ولا لو ترونسبور ولا لي سيديمون. الوغ تو سامبلومون عندي نبداو باناليزي. دابا هاد ا بحال عندي فيه دو كيستيون، نبداو باناليزي. اناليزي لو دياغرام، اناليزي ستادير غادي تقول لي شنو كيبان لك هنايا. الوغ لو دياغرام جوبسيرف بيان سور، انا دائما فاش كيقول لك اناليزي بيان سور انا خصني نعرف بعدا اولا نقول المصحح راني فهمت لا كيستيون ديالك، ستادير بغيتي نقول داكشي اللي شفت في لو دوكيمون ديالي. الوغ اناليزي لو دياغرام ستادير اون بو دير اون كونستات او بيان اون اوبسيرف. كيسكو اون اوبسيرف؟ اون اوبسيرف كو لو دياغرام دو جوستران représente par exemple trois comportements, l'érosion, transport et sédimentation. Ou bien on peut dire que le diagramme de Justron qui bille bien يعني لي بارتيكول كيقدروا يتعرضوا ليا لتخوا ديال لي كومبورتمون، سوا يقدروا يتعرضوا ليا الحت ليا ايروزيون، سوا يقدروا يتعرضوا ليا ان ترونسبور، اولا يتعرضوا ليا لي سيديمونطاسيون.
فوالا غادي يمشيو هنايا لا ديتيرميناسيون دي فاكتور اي بيان سور لي فاكتور انفلونس اللي كياثروا لي على هذا الكومبورتمون. الوغ شنو هو العامل اللي كيحكم لي مثلا عندي انا واحد لا بارتيكول باش انا غادي نعرف هذيك لا بارتيكول واش غادي تعرض ليا اولا عندي واحد لو سيديمون غافيه ولا غالي ولا عندي رمله باش انا غادي نعرف هذيك لا بارتيكول واش غادي تعرض ليا السيديمون ولا ترونسبور ولا ايروزيون بيان سور على حساب لو ديامتر ديالها على حساب واش هي صغيره ولا كبيره يعني لو ديامتر ديالها اولا لا طاي ديال هذيك لا بارتيكول و سا ديبون لا فيتيس دو كورون هذاك المجرى المائي واش غادي بسرعه اللي هي كبيره ولا غادي بسرعه قليله اكسبتا بيان سور الا كانت الا كان واحد الوسط اللي هو هادئ اولا كانت واحد السرعه قليله و لا بارتيكول تقريبا كبيره بيان سور هنا راه غادي توقع اون سيديمونطاسيون يعني هذا مثلا غير بالنسبه لا كيسيون بي او قبل ما ندوزو لا كيسيون بي عندي هنايا كاكزومبل كيفاش تقدر تجاوب على لا كيسيون ديال ا ديال اناليزي الوغ شنو عندي دابري لو دياغرام دو جولستروم يعني انطلاقا من هاد لو دياغرام هادي داكوغ دابا فاش يقول لك اناليزي هادشي اللي تكتب ليه اون غومارك لان قال لي اناليزي بيان سور اناليزي غادي نقول ليه انا داكشي اللي كنشوف اون غومارك ولا اون اوبزارف اشنو كيبان ليا كان ايليمون سيديمونتير بان جزيء او لا كان ميليمون سيديمونتير يعني كان سيديمون يعني راسي باش شنو غادي يقدر يوقع ليه سوغ لا سيرفاس دو لا تير بيان سور انا دائما كنهضر سوغ لا سيرفاس دو لا تير بو ادوبتي يعني هذاك الراسي باولا هذوك لي بارتيكول كيقدروا يتعرضوا ليا لثلاثه ديال الانواع ديال لي كومبير ديال لي كومبورتمون اي لي سوا اغاشي اولا ايرودي هنا كنتكلم على ليغوزيون يعني يقدروا تقدر تقول تو سامبلومون يقدروا يتعرضوا ليغوزيون سواء ترونسبورتي يعني سواء يقدروا يتعرضوا لي ترونسبور سواء ديبوزي او لا سيديمونتي يقدروا يتعرضوا ليا لو ديبو او لا لا سيديمونطاسيون بحال لو ديبو هي لا سيديمونطاسيون باش ما يتلفوش لكم لي مو او قال لك ديتيرميني لي فاكتور كي كونترول سي كومبورتمون سون فوالا قال لك عطيني لي فاكتور كي كونترول هاد لي كومبورتمون دي بارتيكول الوغ شنو عندي لي فاكتور شنو هما لا فيتيس هما اللي عندي هنا دونك سي لا فيتيس دو كورون دو et aussi le diamètre des particules et voilà c'est la vitesse du courant de transport bien sûr qu'il y a de l'eau ou le vent ou la plupart qui contient l'eau on dit là la taille ou le diamètre des particules يعني القد او لا الحجم ديال هذيك لا بارتيكول ديال هذيك يعني الراسب غادي ندوز دابا لا كيسيون 2 La question de B, pardon, avec une vitesse de 10 cm. Elle dit la vitesse. Je n'ai qu'un brin de diagramme. Cette place là, il y a la vitesse. Ou cette place là, il y a le diamètre des particules. Ou la taille des particules. Je n'ai dit là. Avec une vitesse de 10 cm. Elle sur la taille de 10 cm. Elle est la 10 cm. À partir de quelle taille les particules détritiques subissent une subissent une sédimentation. قالك عندي واحد المجرى مائي السرعه داك الماء كيمشي بسرعه ديال 10 سنتيمتر داكوغ الوغ انا بغيت نعرف شحال لا طاي ديال سيديمون لي غادي يتعرضوا ليا لاون سيديمونطاسيون الوغ انا بيان سور باش غادي نعرف اشنو غادي ندير غادي نمشي عاطيني 10 سنتيمتر بغاو قالك عطيني لو ديامتر ديال لي بارتيكول le diamètre ديال les particules لي غادي يوقع لهم لا سيديمونطاسيون الوغ انا غادي ندير هنايا خط عاطيني 10 سنتيمتر بار سكوند غادي ندير هنايا واحد الخط وبيان سور عندي هنايا غادي نشوف فين غادي يتلاقى ليا هاد الخط هذا مع هاد لا كورب لان طالب ليا انا لا سيديمونطاسيون مع هاد لا كورب ديال لا سيديمونطاسيون جو في لا بروجيكسيون عندي هنايا نحسب هنايا شحال عندي دابا الاشكال اللي كاين الاشكال اللي كاين ولا بليبار دي زيتيون كيوحلوا فيها هو انا باش غادي نعرف هذا الرقم اللي هنايا الوغ شنو كدير ارد معايا هنايا البال شنو كدير عندي هذه النقطه هذه دابا انا هذه النقطه بغيت نعرف شحال فيها هذه النقطه هذه فهي جات في المجال اللي كاين ما بين 1 و 10 صافي علما ان ما بين 1 و 10 علما ان هاد ما بين 1 و 10 شحال من مربع كاين هنايا عندي اللي حسبنا فهاد المربع كيكون عندي 10 ديال المربعات هنايا عندي 10 ديال التربيعات داكوغ الوغ شنو كندير 10 انا بغيت نعرف يعني انا شنو بغيت نعرف كل تربيعه بشحال كتمشي داكوغ شنو كندير كنشوف هنايا عندي 10 و1 كندير اول حاجه 10 ناقص 1 شحال كنلقى 9 مليمتر الوغ شنو غادي ندير من بعد
غادي ندير هذيك هاد التسعود هادي اللي لقيت غادي نقسمها على 10. هاد 10 ديال هاد 10 يعني عندي هنا 10 ديال التربيعات كنقسمها على 10 كنلقى 0.9. يعني هنايا لقيت بان كل يعني هنايا كنمشيو ل0.9 مليمتر داكوغ، كنمشي ب0.9. يعني نقدر انا مثلا غير ندير هنايا نبقى نزيد 0.9 في كل مره، ولكن باش يسهل علينا الامر هنا شنو غادي ندير. عندي الا حسبت من هنا حتى لهنا شحال عندي؟ 1 2 3 4 5، عندي 5. الوغ شنو غادي ندير؟ غندير هاد 0.9 اللي لقيت هنا كنضربها 5 عطاتني 4.5. من بعد شنو غادي ندير؟ هاد 4.5 غادي نزيد عليها 1، مين جبت هاد 1 هاد 1 هي هادي اللي هنايا، وكنلقى 5.5. كنجمع لي بارتيكول اللي كبر من 5.5، دونك هاد لي بارتيكول كلهم اللي كاينين هنايا فاش كتكون السرعه ديال التيار كتساوي لي 10، فهما اللي غادي يتعرضوا ليا ل اون سيديمونطاسيون. فوالا، غادي ندوزو دابا للبي سي. عندي ديتيرميني لا فيتيس مينيمال permettant l'érosion d'une particule de 0,01 diamètre. قال لك او تعطيني الا كانت عندي اون بارتيكول القطر ديالها او القد ديالها هو 0.01 مليمتر، هاد البارتيكول هادي شحال خصها، شحال ديال لا فيتيس خصها باش تعرض ليا العمليه ديال الحد. داكوغ، باش تعرض ليا العمليه ديال الحد. الوغ انا شنو غادي ندير؟ دونك عطيني 0.01، بيان سور غادي ندير هنايا وغادي نشوف الالتقاء ديال هاد الخطة اللي درت لكم هنا بالحمر مع هاد لاكورب هادي ديال ليغوزيون، لان بغيت انا لا فيتيس مينيمال اللي غادي تخلي لي هاد لو ديامتر تعرض ليا ليغوزيون. الوغ غادي ندير او بيان سور غادي ندير لا بروجيكسيون ديالي حصلت على هاد النقطة. دونك هنايا هذا هو لا ريبونس، ولكن باش انا غادي نحصل عليها غادي ندير نفس الطريقة. اول حاجة شنو غادي ندير؟ خصني نعرف هاد يعني هاد التربيعات هادو بشحال كيمشيو، باش انا غادي نعرف بشحال كيمشيو وغادي ندير الطريقة اللي وريت لكم دائما نعاودها معاكم. اول حاجة شنو كندير؟ كنشوف عندي هنا 100، هاد النقطة هادي جات ليا ما بين في المجال اللي كاين ما بين 100 و10. داكوغ، اول حاجة كندير هي كنشد 100 وكنقصها من 10. الوغ فوالا، 100 ناقص 10 عطاتني 90 سنتيمتر بار سكوند. اشنو كندير؟ كنشد هاد 90 دائما. حنايا قلنا هنايا في هاد الوسط هذا كتكون عندي 10 ديال التربيعات، دائما في هاد الوسط عندي 10 ديال التربيعات، هنا عندي 10 ديال التربيعات، هنا 10 ديال التربيعات اكسيتيرا. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هاديك 90 سنتيمتر اللي لقيت غادي نقسمها على هادوك 10 ديال التربيعات اللي لقيت هنا. فوالا، مع 10 غادي تعطيني 9 مليمتر. دونك انا لقيت دابا كل تربيعه بشحال كتمشي، كل تربيعه كتمشي ب 9 مليمتر. انا نقدر مثلا ندير هنايا عندي 10 نزيد ب 9، يعني هنايا 19 مليمتر. غادي نزيد عاوتاني هنايا نزيد عليها 9 اخرى، تنزيد هنا نزيد عليها 9 اخرى، نبقى غادي بهذه الطريقه حتى كنوصل لهنايا. ولكن كيف قلت لكم نقدر ندير طريقه اخرى، كناخذ مثلا هاد 9 مليمتر شنو كندير؟ كنضربها في 8. ملي جبت هاد 8 كنحسب انا شحال عندي، دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 8. دونك كناخذ هاد 9 اللي لقيت وكنضربها في 8، دونك عندي هنايا 8 ديال المربعات باش غادي نوصل لهاد لو بوين هادي. كنضربها في 8 غادي تعطيني 72. من بعد 72 شنو غادي ندير ليها؟ غادي نزيد عليها 10. ملي جبت هاد 10 هي هادي، منين انا بديت الحساب؟ بديت الحساب من 10 ماشي من 100، دونك غادي نزيد على هاد 10 هادي، عطاتني هي 82 ولا غيبونس هي 82. دونك لا بارتيكول ملي كتكون لا طاي ديالها 0.01 كيخصها اون فيتيس مينيمال ديال 82 سنتيمتر بار سكوند باش تقدر تعرض، باش تقدر تعرض للغوزيون. و كمثال لا ريبونس، دونك عندي بنت بال الثانيه لقيت 5.5، دونك بور اون فيتيس دو 10 سنتيمتر pour une vitesse de 10 cm les particules se déposent يعني هذوك لي بارتيكول كيتعرضوا ليا للسيديمونطاسيون، سيديمونطاسيون يعني se déposent كيتعرضوا ليا لان ديبو كون sa taille est supérieure ملي لا طاي ديالهم كتكون كبر من 5.5، كون لا طاي ديالهم égal pardon supérieure à 5.5 mm. alors que هنايا la réponse la question 3 la vitesse minimale pour laquelle une particule de 0,01 atteint la zone d'érosion, voilà, on a la réponse, 82 cm par
في سكوند. وغادي نتوقف هنايا وغادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.